صحائف سجادية، معرض يحمل اسما يرتبط برابع الأئمة الأطهار برعاية مركز الفن الولائي. يسلط الضوء على جوانب من حياة الإمام علي بن الحسين عليه السلام وبعض المعاجز التي جرت أثناء فترة إمامته من خلال عرض أعمال فنية تشكيلية مرتبطة به. طبعا رسمت لوحة وإن شاء الله تعجبكم، اسم اللوحة العابدون. طبعا قصة اللوحة، كان الإمام ممتاز بأنه يكون أكثر شيء كان ممتاز فيه العبادة، وكان بعصر الأموي والخلافة الأموية أنه كان انتشر الفساد، فالإمام زين العابدين أكثر شيء ركز عليه العبادات وخصوصا الصلاة. رسمت اللوحة تقريبا استغرقت عليه أسبوعين، ورسمت اللوحة بالألوان الزيتية. وقد شارك في هذا المعرض الكثير من الفنانين المحبين والموالين للإمام الذين حاولوا أن يبينوا معاجز وكرامات كثيرة تؤيد ارتباط الإمام بعالم الغيب. معرض صحائف سجادية لله الحمد وفقنا أن نشارك فيه بعمل يمثل أحد معاجز الإمام زين العابدين عليه السلام. قضية حدثت أنه أحد الأشخاص دخل إلى الإمام السجاد عليه السلام وكان غلامه موجود في الدار، وتحدثوا بحديث عن الإمام أمير المؤمنين، فالإمام زين العابدين أظهر كرامة من كراماته وأظهر بطريق المعجز أظهر حوت نون التي ترتبط بنبي الله يونس عليه السلام في قضية مفصلة. في هذه الأعمال بيّنوا كيف سطع زهد الإمام علي بن الحسين عليه السلام وعبادته في حياته من خلال ما قدموا للحفاظ على بقاء سيرة هذا الإمام العظيم، ليبرزا في ألقاب له منها زين العابدين، السجاد، وذو الثفنات، وهو أمر تسالم عليه القاسي والداني والمخالف والمؤلف. لوحتي هذه تعبر عن زهد الإمام السجاد عليه السلام وعبادته، وشلون كان يعني يخصص حياته للعبادة، ويعني شلون كان قانت وساجد وعابد وزاهد في حياته كلها. قصص وايد الناس جهلوها عن حياة الإمام علي بن الحسين عليه السلام، وما شاء الله يعني الإقبال أكثر من رائع. لقد حكت سيرة هذا الإمام العظيم سيرة الأنبياء والمرسلين، فلم يكن أحد يجاريه في عصره. نزعاته الخيرة وسائر صفاته العظيمة حتى عظمه الناس وأطفوا عليه جميع الألقاب الكريمة والنعوت الشريفة.
كان الإمام غارقا في العبادة، غارقا في الخشوع، ولكنه لم يتخذ المحراب جزيرة منفصلة عن المجتمع. فهذا الشخص الغارق قلبه في ملكوت الله يقول عنه ابنه الإمام الباقر: كان أبي يعول 100 أسرة، كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره حتى يأتي بابا بابا فيقرعه، ثم يناول من يخرج إليه، وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيرا لئلا يعرفه، كآبائه وأجداده عليهم السلام. كان عليه السلام يقوم بشراء العبيد والإماء، ثم كان يربيهم تربية إسلامية حسنة ويثقفهم بالمعارف الدينية والأحكام الشرعية، ثم يعتقهم في سبيل الله عز وجل. لقد أفاض برحمته على كافة الموجودات ولا سيما أضعفها. بعد واقعة كربلاء استمر الإمام على ثورة أبيه، لكنه حولها من ثورة عسكرية إلى ثورة روحية وثقافية. من أحد المناهج المهمة والطرق المهمة هي تعليم بشكل المعرض. بهرنا بجمال الإنتاج الفني والإبداع حقيقة اللي يعني شفناه على أيدي مجموعة من الشباب والشابات. شيء حقيقي يثلج الصدر ويعكس اهتمام الموالين لحياة الأئمة عليهم السلام. من دخلت باب هذا المعرض وأنا أشعر أني في رحلة جميلة عبر الزمن من خلال هذه اللوحات اللي تجسد سيرة وحياة الإمام العظيم إمامي الرابع علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. متكامل من جميع النواحي، الرسومات الحلوة، اللوحات الجميلة، حتى المجسمات المتعوب عليها صراحة. الإحياء هو عن طريق الإبداع و لوحات وبعض المنتوجات الفنية اللي قاموا فيها هؤلاء الفنانين. في خلال نصف ساعة يمكن إنسان يطالع تقريبا سيرة الإمام في خلال 40، 50، أو 60 سنة. رسالة إصلاحية تدفق على لسان الإمام وجرى بين شفاهه جمع فيما بعد في أدعية تألفت منها الصحيفة السجادية. تجلت الرحمة في روح هذا الإمام العظيم ونفسه. كان يعتني بالخلق عناية الأب بولده، عناية الإنسان بقلبه. حضر الإمام علي بن الحسين عليه السلام معركة كربلاء بجميع مشاهدها، تلك الأرض التي شهدت مرة أخرى على ارتباطه بعالم الغيب. فقد جاء عليه السلام من الكوفة إلى أرض كربلاء عبر معجزة طي الأرض لدفن جسد الإمام الحسين عليه السلام وأجساد أهل بيته وأصحابه.
قضى الإمام نحبه مسموما شهيدا على يد وليد بن عبد الملك، ودفن في البقيع الغرقد في 25 من شهر محرم الحرام عام 94 للهجرة. بتكلم عن لوحتي اليوم اسمها وفاء الناقة. قصتها أن الإمام السجاد الجمل قاعد عند قبر الإمام السجاد، والإمام الباقر قاعد يقول له ليش تبكي على الإمام السجاد؟ فالجمل قال له أن الإمام السجاد وداني للحج أكثر من 20 مرة، وأنا كنت جمل بطيء بس هو كان يعطف علي وما يطقني ولا يذيني. هذه اللوحة قصتها أن الإمام زين العابدين كان قاعد يمشي مع أصحابه، فمثل ما الغزالة استنجدت بالإمام الرضا أنه ينقذها من الصياد، هذا الذيب راح حق الإمام زين العابدين وقال له أنه يدعي حق زوجته أنها تولد بالسلامة، والإمام دعا له. إمام زين العابدين العجو عطاسم في العالم كذا ضمه كان حيل عوره، بعدين استشهد. أنا رسمت هذه الرسمة عشان أحب إمام زين العابدين. رحت إمام زين العابدين لما توفت أمه، بعد تهي فقام الإمام الحسين بتربيته. قصتها هي أن الإمام الحسين قتل في كربلاء، ثم أتى الإمام زين العابدين من الكوفة في اليوم الثالث لدفن أبيه الحسين عليه السلام بمساعدة رجال بني أسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلى على محمد وآل محمد. أنا شفت اللوحات واستانس. مشكورين. أنا دشيت هذا المعرض واستفدت وايد عن الإمام السجاد. مشكورين. وطبعا الشكر أول شيء لله سبحانه وتعالى بما أنعم وفضل، وكذلك الشكر موصول للجميع، جميع من ساهم وشارك من الرجال والنساء والأطفال، والمجال مفتوح للجميع يعني بالخدمة. وهذه قضية خدمة تطوعية بحتة في لله وسبيل الله ومحبة رسول الله. إمامي يا زين العابدين، كم نحن مقصرون بحقك وخدمتك. إمامي يا زين العابدين، مهما قدمنا لك لن ندرك عظمة شأنك. إمامي يا زين العابدين، أرجو أن تتقبل منا هذا الشيء القليل.